معنا الغزالة شيماء اخت سلمى رشيد. اول مره يتعرف عليك الجمهور ياك؟ اول مره حصريا اللي شفتها بي. شنو تبغي تقولي اليوم للاخت ديالك اللي هي اختك الكبيره وعزيزه عندك بزاف؟ شنو تبغي تقولها؟ ماماك الثانيه بصراحه اي كلمه غنقولها في حقها قليله بزاف. مي كنتمنى لها ان شاء الله نشوفها ديما ناجحه ونشوفها في اعلى المراتب، وكنتمنى لها كل خير. ومن هذا المنبر كنقول لها كنبغيك بزاف وكنحماق عليك. الله يخليكم بعضياتكم يا ربي. شيماء كتغني انت ولا لا؟ لا. اش هذا السؤال؟ علاش؟ مربانة يسلم صوتها زوين كنت انت. لا لا كتكون وحده في العائله صوتها زوين صافي. انت فين كتغني؟ في الحمام. تبارك الله عليك شيماء، الله يحفظك ويجزيك. نهار كبير هذا، نهار كبير.